اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. طيب خلينا نروح لازمه برضو منتخب الشباب. منتخب الشباب ازمات كثيره جدا تحيط بهذا المنتخب، ومن المفترض ان هذا المنتخب هو النواه القادمه لمنتخب مصر الاول. طبعا ما فيش شك انه الاهتمام بالمنتخبات ده مش مهمه اي حد تاني غير اتحاد الكوره. صحيح، يعني المفروض اتحاد الكوره هو المسؤول الاول والاخير. اذا قلنا ان اتاخد منهم الدوري بقى تبع الرابطه، خلاص يبقى ما عندكش انت غير المنتخب. وكل المنتخبات احنا شفناها بتعاني، فمعرفش ايه دور الاتحاد في الاهتمام بالمنتخبات. ودايما يا كابتن اسلام بنقول بنفتكر ان عشان يبقى عندك منتخب اول قوي وكويس لازم يبقى عندك منتخبات المراحل السنيه ماشيه بفلسفه ودماغ معينه، حد بيفكر الدنيا هتوصل لايه، لان هم دول الوقود بتاع المنتخب الاول فيما بعد. مظبوط، غير كده يبقى انت مش بتشتغل على اساس علمي، انت بتشتغل كده بالبركه مشيت معاك اهلا وسهلا. وهنفتكر برضو انه ايام حسن شحاته الله يمسيه بالخير كان تفوقه هو وشوقي غريب في المنتخبات الناشئين الشباب يعني، ووصولهم لكاس العالم وفوزهم ببطوله افريقيا، كان هو البداية ان هم يتجمعوا مع بعض مع المنتخب الاول ويحققوا لنا 2006 لغاية 2010. هل هناك اهتمام حقيقي بمنتخب الشباب حكيم؟ يعني هل هو ظالم ام مظلوم؟ الحقيقة الجهاز الفني برضو الحقيقة من وجهة نظري بيخطئ اخطاء واضحة. يعني كان في دورة عايزين يلعبوها وبعد رجع قالك لا، لما لقى الفرق المنتخبات قوية قالك لا، طب عايزين نلعب زامبيا فزامبيا قالت لهم لا خلاص شكرا انتوا قلتوا لنا قبل كده، وبعدين خلاص فراحوا لعبوا غانا للمحليين اتغلبوا 2-0 النهاردة، والمدير الفني طلع يقول ان الاداء جيد. انا كنت موجود في الماتش بتاع، خد بال حضرتك يا كابتن، منتخب غانا للمحليين ده المنتخب الثاني بعد المنتخب الاول في غانا. أوكي. وجاي منهم الثلاثه لعيبه اللي كانوا موجودين بيشاركوا في القائمه الاساسيه لكاس العالم اللي بتتلعب في قطر. فهي انا وجهه نظري هي تجربه كويسه جدا. حلو. وان انت تغامر وتلاعب منتخب بخلاف الاعمار السنيه بتاعتك، لان ده منتخب ده هو اجبر على كده على فكره عشان ما كانش فيه ماتشات اخرى. مفيش. لا لا لا، وفي دوره هيلعبوها قبل البطوله من مع فرقتين تانيين مش في مجموعتك. يعني البطوله اتلغت الدوره دي؟ لا 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 لا، هتتلعب قبل البطوله. هتتلعب في المعسكر اللي هيبدا من يوم 20 يناير. تمام، هيتلعب. لا دي الدوره دي كان المفروض من اسبوعين واتلغت، ما تفهمش ليه. المنتخبات ما جاتش. المنتخبات ما جاتش. المنتخبات يبقى لعل المنع خير. قال لك ناجل نيجي في مره، يعني زي طبيعي انت عندك مسابقات نيجي في الفتره دي. تمام، يعني ايه يا عبد الحكيم المنتخبات ما جاتش؟ مش فاهم. يعني انا متفق معاك ان انت تيجي وما تجيش، ايه الكلام ده يا عبد الحكيم؟ الكلام ده بجد؟ ما هو ده اللي احنا بنقوله. لا مش متفق. ما يصحش يا جماعه، ما يصحش الكلام اللي انت بتقوله. الاتفاقات، لا بص، المشاكل مش في الحته دي على فكره خالص. ليه؟ المشاكل مش في الحته دي. المشاكل اللي انت عندك مثلا زي المشاكل مش في الحته دي. يعني ايه المشاكل مش في الحته دي؟ يعني انا دلوقتي عامل دوره، بعمل دوره. وعامل دوره. ما كانش في دوره يا كابتن. ازاي ما كانش في دوره؟ ده احنا تم الاعلان عنها يا سيدي، واحنا اتكلمنا عنها من اسبوعين ثلاثه يا كابتن. الدوره هتتلعب قبل البطوله. المشاكل في استدعاء. لا دي دوره ثانيه. المشاكل في استدعاء المحترفين. انت عندك المفروض يبقى عندك مجموعه محترفين موجودين. ايه يا عم، اذا كان المحترفين بيجوا ما بيلعبهمش. اقول لك مش عايز اتكلم على اسماء معينه. هي المشكله في المحترفين. نعم، انا وجهه نظري المشكله في المحترفين. اوكي، يعني انت عندك مجموعه قاعده محترفين بره، اللي يمكن القرار طلعه وزير الرياضه ده المفروض نهتم بنعمل قاعده. يعني انا شايف ان احنا المفروض بدل ما احنا جايبين اربع محترفين بس او ثلاثه، لازم يبقى عندنا على الاقل سته او سبعه او ثمانيه من العناصر اللي موجوده بره نشوفها ده. كويس جدا. كان الكابتن محمود بيقول لك ان هم بيلعبوا في اكاديميات. ليه؟ في لعيبه بتلعب في، يعني تياجو ده، تياجو ده بيلعب في هانوفر مثلا. طبعا. هل ده مثلا في اكاديميه؟ انا الكلام ده يعني اقول لك في كلام انا ما ينفعش اقوله عشان ما يبانش، وانا في كلام برضه ما ينفعش اقوله. لا في يعني مثلا في لاعب انا ما ينفعش اقوله عشان ما يبانش ان هو مجامله. يعني مثلا اقول بدر الشاطر مثلا بيلعب في اسبانيا. لا، مظهر عبد الرحمن، ابن مظهر عبد الرحمن مثلا. تمام. بلال هداف دوري ابطال اوروبا للشباب. سيبك لا من في لعيبه، في لعيبه مش في المراحل السنيه دي. بعد اذنكم، يعني في المراحل السنيه الصغيره ما بيبقاش الاعتماد الاساسي برضه على الافرض في محترف كويس ما قدرش يجي. هل انا ما يبقاش عندي فريق؟ لا بالعكس، ده هو كابتن محمود قالك ان عندي، انا عندي طيب الناس اللي موجوده افضل ما يلعب بيهم. طب مش ظابط هو ده؟ يعني انت أنا لو بصراحه اصل انا شفت منتخب الشباب المستوى نفسه ما طمنيش. خلينا انا ورق. يعني النهارده تحديدا في المباراه اللي بيتكلم فيها كابتن محمود الاستاذ عبد الحكيم، غانا المحليين، الغانا للمحليين. النهارده تحديدا وهم قاعدين، اعضاء المجلس كانوا اربعه قاعدين، الاربعه اللي قاعدين
يعني بينهم بقى مبصين لبعض كده ويعني واتكلموا كلام يعني مش مقتنعين مش مقتنعين بالشكل العام للمنتخب. طيب انا بقول لحضرتك هم قاعدين يعني مثلا مش مثلا استنوا لا ده وهم قاعدين بصوا واتكلموا. ده يا كابتن داخل كمان في اطار حاجه تانية برضو مشكله اخطر، ان انت ما يبقاش عندك لعيبه في المراحل السنيه دي. لا عندك شايف انا عندك لعيبه ما بتلاقيهمش حتى ما بتلاقيهمش بعد كده في مع هي دي نقطه برضه ممكن تتكلم. يعني في لعيبه زي رأفت خليل انت ازاي ما تاخدوش مثلا؟ طيب انت لو هتتكلم بقى هي هنا بقى الحته دي اللي احنا بنتكلم فيها، ان مصطفى مخلوف لحد المعسكر ده ما كانش موجود صحيح، ومصطفى مخلوف ده حمزه علاء. لا حمزه علاء مش مولود كده، مش منتخب ده المنتخب اللي حمزه علاء مولود 2001. مصطفى مخلوف ده مصطفى مخلوف حارس المرمى ما كانش موجود. ده اللي قصدي عليه، ما كانش موجود لحد المعسكر ده. جابوه يعني خدوا بالهم لا لعب الماتش ودي صد ركلتين جزاء في مباراه وديه مش فاكر مباراه. لا احنا كنا جايبين ماتش هنا في قناه الاهلي لفرقه الاهلي كان بيلعب، انضموه خدوه فريق 2001 اهلي وزمالك صحيح، فلعب فكان بالصدفه بيتفرج على الماتش فعجبهم فمصطفى مخلوف طب نجيبه فجه موجود. طب يعني ايه برضه يا استاذ حكيم هو اللي هيلعب؟ لا يعني ايه مش واخدين بالهم مصطفى افضله؟ لا مش واخدين بالهم منه يعني هو شايفين ان المستوى ما بيلعبش وهو متصعد. معلش احنا عايزين بس نشيل الحرج من الاستاذ عبد الحكيم عشان لا والله ما يعني خالص والله بالعكس انا مش يعني بساله والله لكن هو لا مش طبعا احرجه. مفيش حاجه اسمها لا مفيش حاجه اسمها ايه مفيش حاجه اسمها ان انا ابقى متفق مع فرق وما تجيش طبعا ده طبعاً. اولا مفيش مفيش حاجه ده اللي اتقال لي ده من جوه الاتحاد على فكره اللي انا بقوله لك ده انت عارف انا يعني اتقال لي ازاي ومين اللي قاله لي ان المدير الفني قال لهم لا انا مش عايز العب الفرقه دي فيعني يا جماعه ما ينفعش ما يصحش وبعدين تيجي تقول ان الفرق ما جاتش. طب الفرق ما جاتش ليه؟ هو في حاجه اسمها يبقى في مراسلات بيني وبين الفريق وبيني وبين الاتحاد احترامي كذا وقلت كذا وما يجوش يا كابتن؟ هم اجلوا المعسكر بتاعهم. مين اللي اجلوه؟ هم المنتخبات دي جت تيجي قبل البطوله على طول، ده كل الموضوع. فالدوره اجلت كان في ماتشين وديين حلو دول اللي حصل فيهم المشكله اللي ممكن نتكلم فيهم لكن ما كانش في دوره، كان في ماتشين وديين مع منتخب على ما اعتقد زامبيا في المعسكر اللي اتلغى اللي عدى زامبيا ماتشين تمام. مع زامبيا دول كان ماتشين مع منتخب زامبيا والمعسكر ده اتلغى. اوكي انا ما اعرفش كواليس هل الموضوع ده مثلا المنتخب اعتذر ما اعرفش، لكن الدوره دي معد ليها في الاساس قبل انطلاق البطوله في المعسكر الاخير من يوم 20. دي معلوماتي، لو في معلومات ثانيه انا ما اعرفهاش، انا بقول لك معلومات في الحته دي. اوكي لا هو كان لكن على فكره ما عنديش احراج خالص في اي حاجه لكن انا بقول لك هو كان في ما انا كنت لسه هسالك هو ليه تحرج ليه يا عبد الحكيم؟ مش عارف عشان صحفي يعني لا الراجل يعني بريء ما فيش حاجه بريء حتى تثبت ادانته لا انا بس في النهايه ايه انا اللي يهمني ان احنا نظهر بشكل ومستوى جيد لانه ما ينفعش ان البطوله بتقام على ارضك ما تاخدهاش طبعا يعني لا لو وصلت المباراه النهائيه عارف انا عارف هيطلعوا يقولوا ايه انجاز وبتاع ومش عارف ايه لا ما ينفعش لو وصلت المباراه النهائيه واتغلبت هيبقى عندي مشكله ايوه طبعا ان المباراه دي لما بتتلعب البطوله دي لما بتتلعب على ارضك بيبقى المفترض ان انت تبقى الاقرب ان انت تاخدها بس هو التارجت بتاع البطوله دي كابتن قبل مكسب البطوله تروح كاس العالم طبعا ودول على ما اعتقد يعني هي الدنيا صعبه على فكره برضو الناس ما بتفتكرش الدنيا سهله هو لو طلع ثالث بياخدوا افضل اول وثاني وافضل توالد بالمقارنه بالمنتخبات اللي موجوده يا كابتن الدنيا صعبه يعني الدنيا عشان بس الناس ما تفهمش لا للدرجه دي الدنيا صعبه يا كابتن ما اصل بص لو ما اعترفتش الكره الافريقيه تطورت جدا يا كابتن وده مش معناه ان احنا المفروض ما ننافسش لا ده انت المفروض تنافس على البطوله انا هقوله يعني انت المفروض تنافس على البطوله بس انت التارجت بتاعك رقم واحد ان انت تكون في السيمي فاينل عشان تروح كاس عالم تمام ثم تاخد خطوه ثانيه انك تنافس على البطوله طبعا زي بطوله الامم الافريقيه المنتخبات المنتخب الاولمبي المنتخب الاولمبي يعني برضو وصل للمباراه النهائيه ولكن خد هذه البطوله بايه؟ بسبب الجماهير مظبوط هي كانت من سنتين ايوه يعني توصل لابعد نقطه وتكسب لا التارجت بتاعك تكسب البطوله طبعا ده مليون في الميه البطوله على ارضك يبقى ده هدفك يعني هدفك انك تكسب ما زي ما روي فيتوريا برضو مره قال لك ايه؟ قال لك يا جماعه انا مش جاي اخد بطوله امم افريقيا لو اوصل كاس عالم لا امال جاي تعمل ايه يا عم؟ فاكر لما عمل واتكلمنا فيها وطلع بعد كده قال لك لا وصلح التصريحات بتاعته مظبوط سجلوا له فيديو كده وطلع وقال لك لا انا ما اقصدش انا طب امال انت جاي النهارده مثلا بتوعد بتستلم المنتخب انت لو استلمت او انا او كابتن اسلام اول حاجه هيقولها ايه مش ان هو ينافس هو الصعود لكاس العالم 2026 ما بقاش على فكره معجزه ما عشان تسع فرق ده 48 منتخب ونص تسع منتخب يعني 48 منتخب اللي شارك في البطوله بدل 32 فما بقاش جزئيه ان التارجت بتاعك انك تروح كاس عالم خلاص يعني انا اقدر اوعد برضو يعني انا لو عايز انا والله اوعدك ان انا اوصل كاس عالم 26 يعني مش صعبه قوي يعني المفروض انها مش صعبه قوي
عموما خلينا نشوف ونتمنى يا رب كل التوفيق لمنتخب الشباب خلال الفتره القادمه، لانه زي ما قلت لحضراتكم يهمنا ان يظهر هذا المنتخب بشكل جيد ويليق باسم منتخبنا او باسم منتخب مصر.